طلعت البيت راشد علي هو اللي قتل راشد. علي سويت أنا تسويت وخلاص. علي قتل راشد قتل وخلاص. وأنا تسويت بعدين بقى دي رابع نسخة من العقد وبرضه وزارة الإسكان عاوزة تعديلات. طب وبعدين يا أستاذ عبد الحميد اللي بيحصل ده مش شغل، لازم مدام داليا تتدخل في التعديلات دي. يا سعد ما هي مدام داليا قافلة تليفونها ومختار ما بيردش عليا، أنا مش عارف أعمل إيه. العقود دي كان المفروض تتمضي من يومين وشيكات المرتبات متعطلة. طيب يا أستاذ عبد الحميد وبعدين؟ مش عارف. الله يرحمك يا مراد. ربنا يستر يا سعد، ربنا يستر. ارجع سنة كمان. ارجع ماشي، ارجع انت ورا في الحتة اللي ورا دي، مش عايز حد عينيكوا صاحية. ايه الاخبار؟ سعادة الباشا كله تمام يا باشا، عملت زي ما حضرتك امرت. اتنين في ظهر الفيلا من ورا غير التلاتة اللي موجودين هنا في الجنينة، في واحد هنا برضو في الطرف الرابع غير التلاتة اللي ورا في ظهر الفيلا. كويس جدا. هم دول كل الناس اللي معاك؟ يا باشا هم دول اللي انا جبتهم. طب معلش هتطلب من عاطف بيه يبعت لنا ناس تاني علشان عايز أأمن كل الشبابيك اللي في الدور الأرضي اللي هنا دي. تحت أمرك يا باشا. ممكن كمان نزود كاميرات هنا عشان تبقى شايف الدنيا أكتر، ونجيب واحد هنا عند الشباك ده وواحد عند الشباك التاني. فكرة الكاميرات مش وحشة. متشكر. مش كلنا عاطف بيه. حاضر يا باشا تحت أمرك. باشا. ها؟ هو في خطر على حياة مدام داليا؟ لا احنا بس شفنا حد في الجنينة افتكرنا إنه ممكن يبقى حرامي فقلنا نأمن نفسنا. ماشي يا باشا تحت امرك يا باشا. ماشي ارجع يا ابني اعمل السور يا ابني، ارجع عينك مفتحه. صباح الخير. صباح النور يا مختار. ها نمتي كويس؟ لا ما عرفتش انام طبعا. برضو حد ينام في ظروف زي دي؟ معلش انا تعبت معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجه، بس انا لازم امشي بقى دلوقتي علشان الحق اروح البيت استحمى واغير هدومي وانزل على الشركه وارجع لك هنا تاني. انت خليكي هنا ما تتحركيش، لو حصل اي حاجه تكلميني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل؟ ايه الصوت ده؟ مش هقعد. راح فين؟ خش جوه انت. لازم اقابل الست بس هينفع. خش جوه. احمد ايوه بس تعال نشوف ده مين. تعالى بس جاي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي، في مصيبه لازم اقابل الست. مش هينفع تقابل المدام، المدام نايمه ولازم اكلمهم عشان يبلغوها. قول لها طب عطوه بتاع بولا. ايه في ايه؟ يا باشا عايز اقابل الست ومش عايزين يدخلوني. انت مين وعايز ايه؟ يا باشا في مصيبه، اختها في المستشفى بين الحياه والموت ولازم تشوفها. ونبى مدام قولي قولي العسليه ان انا عايز اقابل. ايه ده؟ عسليه عايز اقول لك حاجه. عسليه سيبوني اكلم عسليه اقول لها حاجه. طيب في ايه يا عطوة؟ علي قتل راشد وشوه وش في تون وهرب. انت جبت الكلام ده منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايز اروح لها. مش هتروح في حته دلوقتي خالص، لازم نفهم ايه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعال حاضر يا باشا. انت قلت لي انت مين؟ انا عطوة الحلاق من بولاق، جارهم من زمان. وايه اللي حصل؟ هي وشها اتشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي تشوفيها. انت عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده والام انا ما قبضوا عليها على السلم، وقعدت تقول ده كده وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر يا باشا. نفهم بس. اتفضل يا باشا. عايز بس اسالها دكتور عن اللي حصل لها. ما ينفعش خالص يا فندم دلوقتي، عندها صدمه عصبيه.
عموما ادتها منوم قوي، لازم بس نستنى شويه على ما تهدى وتنسى اللي حصل لها. طب هي ما قالتش اي حاجه جديده؟ لا خالص، كل اللي على لسانها ان اللي عمل كده واحد اسمه علي، الراجل ده تقريبا كده جوزها. ماشي يا دكتور، شكرا. يلا يا ابني خليك انت. ماشي. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. أنا مش فاهمة بتقولي إيه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا، مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا أنا مش فاهمة بتتكلمي على إيه خالص. أنا جايلك برسالة النهاردة من هاني وسامح. عارفة إنكم عملتوا لي جميلة مش هنساهالكم عمري. أنا النهاردة خلصت من أكتر واحد بكرهه في حياتي، اسمه راشد. أنا مش فاهمة بتتكلمي على إيه. مش مهم، مش مهم تفهمي. أنا جاي النهاردة أعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش تحطهم لي في حسابك في البنك، نسيب لك الفيلا دي كلها فوق. حلوين. بتوع إيه دول؟ مقابل الشركة. صدقني ان انا فعلا كنت عايزه تنزلكم عن الشركه بعد ما مراد مات، بس لما افتكرت اللي كان بيقولهولي على ولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسالوا عليه وكان زعلان منهم قوي. اما انتي ده كان بيقول فيكي شاعر، شاعر في انانيتك وشرك. وانت مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ ارجع الحق لاصحابه. طب بص ما اقولك، انا جه عليا وقت كنت متصاحبه على حربايه، حربايه من اللي بتلونوا دول. عارفه علمتني ايه؟ سأليني ايه؟ ايه؟ علمتني ازاي اتعامل مع الاشكال اللي زيك. اطلعي بره. استني، من بكره المحامي بتاعي هيطالب بحق في الميراث. ايوه يا سامح، انا لسه خارجه من عندها حالا، كل حاجه باظت. عرفت ان احنا اجرنا حد عشان يقتلها، طلعت تعرفه؟ معرفش. بقول لك معرفش، وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي احنا عملناه. لا 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 انساني، ام اوت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انتوا الاثنين قاعدين بره وسايبيني انا في وش المدفع. وبعدين في الاول في الاخر مش هاخد حاجه من اخويا الله يرحمه، ومش عايزه ادخل في مشاكل انا مش قدها. اوكي يلا باي.